تحت هنا وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخلينا يا ناهد؟ انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكرودي اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هتضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العشاء ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعذبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ فين الفلوس؟ عيني حاجة بالك. أي حركة هتعملها أنا ما عنديش رحمة، أقتلك. يا كرم الله! هذا من فضل ربك. هي الفلوس فين؟ جوه جوه؟ يا كرم الله! هذا من فضل ربي. هنا ما حدش يفتح بقه، سيبوه يا كرم الله. هذا من فضل ربي. انتهى فين؟ انتهى. محدش يفتح بقه. فين الفلوس؟ خلي بالك يا كرم الله! يا كرم الله! فضل ربي. الفلوس في ايه؟ خلي بالك يا كرم الله! اخف عليك يا نونس. نونس مين؟ محدش بيفتح بقه. كانش العشرة مليون فلوس. كام أرض ولا ننس؟ ولا ننس يفتح بقه. فتحي، غضروف، قباب، ميمون، انتوا مأمنيني؟ برقبتنا. شوفوا، أنا هخبي الفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كأنكم ما تعرفوش أي حاجة. وبعدين؟ ولا قبلين، نصيبكم في الفلوس هيبقى معايا، اكنكم محوشين قرشين للزمن.